الأهلي يهزم الإنتاج الحربي 3-2 بعد مباراة دراماتيكية مثيرة. كابتن شريف ألف مبروك. أعصابنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. قمة الإثارة والمتعة في مباراة كان سهل عليك جدا في كل مباراة إنك تحسم الأمور بالهدف الثاني، إحنا زي ما يكون حد بصص لنا في حكاية الهدف الثاني ده اللي بيخلينا نغطي المباراة بس.